السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا ولاد؟ وحشتوني وحشتوني. النهاردة بقى اعمل لكم فلوج كده. كنت رايحة كوافير نور وكانت عاملة عروض حلوة قوي. وبعدين راح بقى بصراحة اعمل لكم كمان ليها ريفيو، وبقى هحكي لكم كل اللي حصل بقى هداك. هنا طبعا الطريق وانا رايحة ده عند الجمارك، باب عند باب 20. الحتة دي كلها جميلة قوي. بصوا بصوا بقى الجمال، بصوا بورسعيد حلوة ازاي. انا عايزة اقول لكم في اماكن كتيرة فتحت في بورسعيد تحفة، عايزة اصور لكم فيها ان شاء الله. وفوجئت ان في مولات فتحت، مولات مش مول واحد والله العظيم. ولا انا هنا، انا مش قاعدة في البلد، تخيلوا. انا عشان ما بنزلش والله العظيم مش بعرف اللي بيحصل، وعيالي مش بيحكولي، لا ما بيحكوليش. المهم ده بقى الطريق اللي لغايه هناك. يعني خدتكم طبعا معايا في ايديا، طبعا زي ما انتوا عارفين ما بسيبكوش. المهم انا رايحه هناك، ده شارع صلاح سالم. هتلاقوا بقى المصري بتاع الفول والطعميه، وهتلاقوا كريستينا قرب اهو. انا هيجي كريستيانا ده محل ملابس حريمي بناتي، يعني تحفة طبعا. كنت بجيب لدودو بنتي من عنده دايما، حاجته حلوة قوي. هي طبعا هي غالية بصراحة، بس حاجته حلوة يعني. يعني واحد كان بيجيب من عنده طقم كده ويكمل من بره، لان طقمه بيبقى غالي قوي. بس بقى لقيت بقى عنده سيل 200 و300 و450، فعامل انتحار في الاسعار، انتحار. انا مرة جبت لها من عنده جاكيت كان ب 1600 جنيه مثلا كده يعني، وكان يعني يعتبر ايه كده اي كلام، رخيص مش قد كده يعني. المهم ده بقيت الطريق. هنمشي بقى غالبا هنروح عند المطافي. الشارع ده يودينا المطافي ويودينا البازار. غالبا دي المطافي اهيا، او والله العظيم شفتوا قلنا بقى انا جدعه، ادي المطافي يا حلوين. الشارع دور البازار اهو اللي عنده الانوار ده، لو حاولنا من هناك كده هنلاقي شارع البازار. برضو هصور لكم مرة برضو في البازار، هوريكم المحلات اللي هناك، هفرجكم على حاجات كتير قوي ان شاء الله. هعمل لكم جولات حلوة قوي قوي قوي. ادعوا لي بس ان انا صحتي تتحسن واقدر انزل، يعني لان انتوا عارفين بنزل قليل قوي. انا في الطريق اهو لغاية ما خلاص قربنا هنحود، عشان خلاص احنا قربنا نوصل الحوادية الجديدة الجاية دي. هنحود عندك هنا، عندنا هنا بروست الحرم، ده بتاع بروست يعني، اللي هو كان دجاج البيك سابقا، كان دجاج البيك سابقا. وبعدين لما اجى كذا واحد دجاج البيك باشا بقى، والبيك زرومبا ومش عارف ايه، فدون قال لك لا انا ايه، انا هغير الاسم خالص وسمى نفسه ايه، بروست الحرم. قشطه. قلت للتاكسي ستوب، المحل اهو هنا بقى، وانا لسه بيعملوا لي بداية الجلسة بتاعت الباديكير والمانيكير، بس ما حطيتش مانيكير طبعا عشان انا بصلي، فهي كانت باديكير بس. وانا هنا بلعب في المية. هنا بقى عملت لكم بقى ريفيو عن المكان نفسه. اسمه بيوتي سنتر نور. دخلت المحل جميل جدا. في تكييف كمان، في مروحة، هتلاقوه منظم ونظيف. المعامله هناك تحفه جدا. عايزه اقول لكم بقى كمان المفاجاه، ان لقيت اول ما دخلت لقيت بنوته كده جميله كده، عروسه يا اختي، انا اللي بصور طبعا. لقيت عروسه كده بتقول لي ايه، مس سماح. قلت لها مس سماح؟ اه مس. انت مين يا بنتي؟ طبعا كانت طبعا حاطه ميك اب لانها رايحه فرح، فطبعا ما عرفتش شكلها ايه من الميك اب، لسه مراحل الميك اب ما كملتش. فقالت لي انا نور يا مس. اتاريها كانت التلميذه بتاعتي بقى، هي واخواتها. والله وتذكرنا بقى الايام الجميله وايام ما بصوا التكييف اهوت ومروحه، والمكان نظيف جدا بامانه. عايزاكم يا جماعه والله العظيم تروحوا لها. انا خلاص عرفتكم المكان، وعلى طول ورا جامع الرحمه، ورا مسجد الرحمه. هنا بقى رحت جبت مقرمشات من عند المزعد. انا بحب الراجل ده جدا،
يعني اكتر حد يعني اخد من عنده مقرمشات وانا مطمنه ومغمضه عينيا هو المصعب بصراحه، حاجته نظيفه جدا. عايزه اقول لكم الصواني دي ما بتقعدش، يعني تعالوا له كده بالليل، الراجل ده بيبقى مشطب كل حاجه. ده طبعا مش ريفيو على قد ما هو عامله له يعني زي ايه، يعني لفه كده، لفته حلوه، لان الراجل ده فعلا محترم قوي. كمان عايزه يا جماعه كل اللي عندي بروفايل يتابعوا بيوتي سنتر تور، وانا هسيب لكم اللينك بتاعه في وصف الفيديو. بتعمل عروض جميله جدا، وطبعا طلعت مامتها طبعا صاحبتي والبنوته تلمستي، يعني الموضوع طلع في بيته. بس انا اقسم بالله اصلا لما رحت انا ما كنتش اعرف، تمام، بس هو فعلا ريفيو يستحق ان هو يتعمل. بتعمل عروض حلوه، قولوا لها بس ان انتوا جايين من طرف سماسيمو او من طرف مش سماح، تمام. هسيب لكم طبعا لينك الجروب بتاعهم في الديسكريبشن او في صندوق الوصف. اتمنى ان انا اكون اسعدتكم، او ان انا لما اجيتوا معايا اتبسطتوا حتى حبه صغيرين، لان انا والله العظيم لما ببقى معاكم ببقى مبسوطه جدا. صلوا على النبي في الكومنتات. طبعا لو عجبكم الفيديو صلوا على النبي في الكومنتات، ادعوا لبعض دعوه حلوه، ادعوا ايه يعني، ادعوا لنفسكم، ادعوا لي، افتكروني بدعواتكم. بحبكم قوي 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 قوي. باي باي.